فيما يخص غاز البوتان اللي كيف قلنا دائما ولا بدنا نذكر بأرقام مهمة، الدولة من 2015 ل 2023 خصت 111 مليار نتاع الدرهم لدعم غاز البوتان، لم يستفيد 20% من الفقراء إلا بزوج فاصلة 5 مليار سنويا، إلا ب 14% من هذه الحصة، في حين استفاد 20% اللي عندهم الإمكانات من أكثر من 27% من هذا الدعم. السؤال، هل نستمر في تخصيص هذه العشرات من المليارات لدعم الميسورين وذوي القدرة الشرائية، أو لا نوفر هذه الهوامش ونعطوها مباشرة لأولئك الذين يحتاجونها؟ هذه الطبقات اللي تكلمت عليها اللي هي 3.6 مليون نتاع الناس غادي توصلوا هذه السنة ب 25 مليار نتاع الدرهم، وغادي يمشيوا في السنة في 26 ل 29 مليار نتاع الدرهم، واعتقد بأننا مطالبون لتوفير هوامش أخرى يتم توجيهها بشكل أدق نحو هذه الفئات. الآن ما عرفه غاز البوتان اليوم ليس تحريرا لأسعاره، هو فقط إضافة 10 تاع الدرهم في الثمن. خصنا نعرفوا بأن البوتان اليوم الثمن الحقيقي نتاعها هو 88 درهم، معناه أن الدولة ستواصل دعم هذه المادة بأكثر من 35 درهم للقنينة الواحدة. وعن ما تم الترويج له من علاقة هذا الموضوع بزيادات محتملة في مجموعة من المواد، لابد أن نبرز الحقائق كما هي. الدولة خصت 10 مليار تاع الدرهم لتوفير القمح بأتمانه الحقيقية وبالكميات الضرورية، ولهذا السبب بقى الخبز في الثمن تاعو وغايب قف الثمن تاعو دون أي ارتفاع ودون أي علاقة بين الموضوعين. شكرا سيد رئيس.